قصة جرت الواحد من أخوياي، وأذكر أنه بعد ما قصة علي وهذا كتبت بها قصيدة وجازت المنشد شريف لافي وشاله. يلا نعم، بقول لكم القصة وبقول لكم القصيدة كلها. أسلم. هذا واحد من أخويانا كان جاينا متضايق، وكان عندي لي بيت شعر بحايل، مش أبوي ناس تجينا تسير، جاني مرماه على وضعه. شبلاك يا رجل؟ قال والله عندي مشكلة بالدوام لي الحين حول 6 شهور وما أدري وش اللي جاري. قال لي ترقية. ها؟ ترقية، جيت ترقية وخلاص تنافسنا عليه واختبار وأداء والأمور هذه والمعايير اللي بالمفاضلة حق الترقية، فأنا اللي خذيته. فمن المسؤول اللي هو المشرف النهائي على الترقيات، من حقه انه يعطي تميز لاي موظف من حقين الترقية يصير فارق نقطتين. يا سلام. يقول انا خذيت كل شيء وخذيت نقطه وخلاص هي لي، انا الافضل عليهم بنقطه. يقول المسؤول هذا راح اعطى اللي بعدي نقطتين وتجاوزا. يقول رحت دخلت عليه قلت له ترقي لي وانا بالاختبار الافضل بالاداء الافضل بالمعايير كلها اللي انت طرحينها الافضل من حقي. ليش تعطيه انت؟ اعطيته تميز على ايش؟ يقول رد علي قال لي مزاجي. أصلاً كذا قال مزاجي اضيع حياتك اللي عند رب العالمين. يقول قلت له والله حلف لي الرجال، حلف لي بنص يعني. يقول قلت له انت ما تخاف ندي عليك؟ قال شوف هالباب، باب مكتبه اللي طلعت روح ادع براحتك. اعوذ بالله. يقول ما رديت عليه ولا بغيت اخذ واعطي معه. يقول قلت له عساني اشوفه بك بالدنيا قبل الاخره، ماني متنازل لكن ودي اشوفه بهالدنيا بك. يقول ضحك ومشيت ما حسيت عليه هي كلمه. يقول راح سبحان الله، يقول خذ هذاك الترقيه. يقول قلت له الله يبارك لك. يقول كملت سنه وترقى واحد وصار في رقم ثاني وتنافسنا عليه وجاني. يقول جينا عند المسؤول هذا قال لي انت داعي علي؟ كنت بيني وبينك الله. قال والله ما تشم ريحة الثانية. يا الله شو هالجبار هذا. قلت وبيني وبينك الله هذا شيطان. قلت وبيني وبينك الله. قال لك سنة وانت تدعي من الترقية الأولى. قلت ما ضايع شيء. يقول راحت الثانية علي. قال لي والله ما تأخذ وأنا على الكرسي والله ما تحلم أنك ترقى. يقول والله إني مرة يقول جالس بالبيت، يقول يمر أمي جالس نتفرج على التلفزيون إلا مكة. كنت ما تبي نروح؟ قالت والله ودي بس دوامك. كنت أنا بجازة. يقول أنا ماني بجازة. يقول قدمت لي يومين مع الخميس والجمعة وأنا أودي مكة. يقول يوم خلصنا عمرتنا يقول جلسنا، يقول قامت تدعي. يقول أنا متضايق بعد كنت أدعي. يقول يوم خلاص يقول تفتت لي قالت وش اللي بخاطرك؟ قلت اللي بخاطري لكن دعي لنا يمه. يقول دعت. يقول أنا دعيت قلت. يقول والله أني قلت يا الله إنك كنت قلت بنصر المظلوم وانت تدري اني مظلوم، يا الله انك تاخذ حقي بالدنيا قبل الاخره. يقول يا الله انك ما تفوت علي. يقول والله اني دعيت له اليوم ما بتسيت. يقول رجعت لدوامي. يقول قعدت شهرين ما استدعيني او 3 شهور ما بهالمحاري يعني. يقول ما استدعيني وعييت رفضت اجي. يقول الثاني ورفضت اجي. مسؤول هو يعني زي ما تقول المدير العام ما فوقه احد. يقول جاني ثالثة مديري المباشر قال يستدعيك رجال كمان يجي. أنا عندي مدير مباشر ما حاتي. يقول أنا بالصبح جالس لي يوم يقول الساعة 9 و10 يقول لا دخل علي هو بنفسه المدير.
المدير العام. أوب أوب أوب. يقول دخل علي على العصا. يقول يوم قرب لي يقول والله إن عيونه من حفرة داخل. يقول ما أدري إيش بلا. قلت نعم. قال أحله. قلت الله لا يحلك. أعوذ بالله. قلت أحله. قلت الله لا يحلك. ما أحلك والله ما أحل. قال تدري إيش بلاي؟ قلت بلاك شخصوني سرطان دم. أعوذ بالله. والله يقول حلفوا هذا. يقول والله يوم قالوا لي سرطان دم يقول ما جاء قدامي إلا وجهك. يقول أشوفك قدامي. يقول والله قلت إنه ما تخطط دعوته لكن خلنا أطلب ألحنه. تكفى حلن. قلت والله ما حلك يا ابن حلال. إيش تبي؟ قال اللي ظلمت أنبوه تقدر ترجعهن؟ قال لا ما أقدر. قلت والله بيني وبينك الله ابدا الله لا يحلك الا ترجع لي مظلمتي. قال ما لي قدره. قال اجل بيني وبينك الله بهالدنيا شفتها بك وبالاخره والله ما اخليك. يقول سبحان الله ما كمل الست شهور وقاعدوه طبيا ما هو قادر. يقول وراح لمديرته يقول والله انه دايم يدقدق علي يقول يزعجن كل يوم باتصالات ورقم. يقول ابلكه ويدق علي من رقم ثاني. يقول انا من داخلي يا الله مسامحه لوجهك لكن يقول بل خاطر باقي شيء يعني خاطري ضايق لكن قلت الله يحله لكنه ما أرد عليه. يقول يدك ما أرد عليه. يقول الحين والله إني انحرمت منها والآن يقول لي أكثر من 14 سنة يوم يحتسي علي. يقول لي أكثر من 14 سنة ما أقدر أترقى خلاص انحرمت بسبته هو اليوم تقاعد ما أقدر خلاص فاتت علي يعني ما خلاص. يقول راتبي وصل الحد الأعلى ما في علاوات لي ما في شيء ما في تحسين وضع وأنا على آخر ما بقالي على تقاعد شيء. يقول كله منه يعني يقول ممكن فارق راتبي ما لا يقل عن 4,000-5,000 ريال بسبت. وقد كتبت على ذي أبيات قاله لي يوم قعدت لي يومين والله أنه حتي انغثيت من أنا ورحت أتلا. عاد هو حل السالفة يقول أنه هذا كان رفيزي المسؤول كان خوي له خوي اللي يقول قبل. يقول سبحان الله هو شهادته اعلى ومسك منصب يقول قلب عليه يعني احتاجه من اخوه ومن انا رحت كتبت ابيات وسمعها شريف لافي المنشد وشاله تسلم. فقلت قلت طعنه غدر جت بالظهر من صاحبي اغلى بشر يا حسافه يا قهر أمنتك وغدرت بي لا تعتذر ما بي عذر يا من حسبتك صاحبي من بعتني مات الوصل لا ترجع لي مهما حصل جرحتني وارخصتني وبطعنتك عذبتني لا تجي تبكي ندم يكفي علي جرح وألم يا دنيتي مالك عتب كلك عنا كلك تعب جرحي عميق ما يحتمل وين الصبر مات الأمل لا وفا ولا صفا تزرع غلا تجني وفا تجني جفا. سلامتكم صاحب دنا بيض الله وجهك صاحب دنا كان شاله شريف لافي بلو شيلة بعد يا طيب تسمع جاهزة اسمعها ونرد نسمع يلا ونطلع فاصل ونرجع لكم يلا بالظهر من صاحبي أغلى بشر طالت غدر جت بالظهر من صاحبي أغلى بشر يا حسفة يا قهر أمنتك
حسابتك صاحبي.